جوزيه، بيدرو بارني، النادي الأهلي، هل كانت المهمة الأصعب؟ هل كانت المهمة الأسهل؟ هل كانت المهمة الأروع؟ لازم تحكي لي، لأنه الناس في مصر خاصة الأهلوية ما زالت حتى هذه اللحظة فترة مانويل جوزيه وهي العصر الذهبي للنادي الأهلي محفورة في قلوبها وفي رؤوسها وفي عقولها. بالنسبة لي كانت فترة رائعة وصعبة في نفس الوقت وخاصة جدا في حياتي المهنية. أنا جئت هنا وللمرة الثالثة مع مانويل جوزيه. كان مانويل موجود في المرة الأولى ثم في المرة الثانية. عندما جئت أنا كانت المرة الثالثة. كانت مهمة خاصة لأسباب عديدة، لأنك كما تعلم كان هناك ثورة آنذاك في مصر، لم تكن أوقات عادية مثل الكورونا الآن، ولكن كانت أسباب مختلفة. ولكن استمتعت كثيرا بهذه الفترة أو بتلك الفترة، وخاصة في العمل مع نادي كبير مثل الأهلي. ورغم كل الأندية التي تعاملت معها ولدي خبرات كبيرة، التعامل مع هؤلاء اللاعبين الكبار وهذا النادي العظيم في مصر بتاريخه الكبير وأيضا جماهير النادي وأعضاء النادي، كانت خبرة كبيرة. كانوا قريبين منكم، مين أكثر لعيبة كانوا بينفذوا التعليمات واللي كان بيثق فيهم جوزيه وجهازه الفني؟ من السهل التعامل مع هؤلاء اللاعبين، مع لاعبي النادي الأهلي، لأنهم لاعبين كبار ولاعبين رائعين في مهم في أداء مهمتهم. أنا أيضا أعرف لأنه عمل مانويل هو اختيار اللاعبين، كان جزءا مهمتي مع مانويل. اختيارات اللاعبين ليس كما قلت من قبل من الناحية الفنية ولكن ناحية الإنسانية، وبالتالي شكلنا فريق عمل متناغم، واللاعبون لديهم شخصيات رائعة وكانوا يلعبون كرة قدم رائعة، وكنا نعلم كيف نتعامل مع الاختيارات. من الجزئين من وجهة نظرك؟ نعم، الكثير من الأشياء الجيدة لدى مانويل جوزيه، ولكن اختيار اللاعبين، من يختار، متى يختار، معايير الاختيار، أي لاعب يستطيع أن يحقق هدفه وخطته، ودائما كان ينظر بشكل جيد وبشكل إنساني، يتعامل مع رجال كبار، مع شخصيات كبيرة، وكنا نتعامل مع لاعبين جيدين وشخصيات متميزة، وكنا نحل أي مشكلة، لأن اللاعبين من الصعوبة جدا أن تتعامل مع أنا لدى اللاعبين، وبالتالي كان مهم جدا التعامل مع هذه الحالة من الأنوية، ولكن لكل الفريق، ليس فقط للاعبين ولكن لصالح الفريق. ومانويل أجاد في هذا وكثيرا، ولكن كان يستغل هذه الأنا بشكل لصالح النادي دون أن